القانون في هذا البلد الكريم هذا. اليوم احنا الان امام واحد الواقعه اللي هي خطيره جدا، امام واحد التقليد خطير جدا اللي كيتمارس في هذا الاقليم العزيز هذا، في الاداره هذه للاسف الشديد. اليوم احنا الان داكشي كنت قلت قبيله سابقا، ولكن الان امام تصريحات رسميه كتعطانا من طرف رئيس القسم سي سعيد المرجاني باللي السي رشيد هيسوفي اصبح الان هو وكيل اللائحه ديال حزب الجرار في المجلس الاقليمي، وقدم في البدايه دخل مع 12 لارب وسلم لرئيس الاخ المكلف بتلقي الترشيحات، سلم له غير التزكيه مع 12 لارب 106 نوبتو، سلم له غير التزكيه، هادشي كيقول رئيس القسم. واستكمال الملف ديالو فوقاش كملوا بعد 3 العشيه، بعد 3 يعني مور 3 من 4 بقى تسلم الملف ديالو، يعني اللحظه اللي جا فيها السيد العامل المحترم بداك السلوك ديالو وخرج البرلمانيين الامه وخرج المنتخبين الامه بداك السلوك الحضاري ديالو، ذاك اللحظه هذيك وقع ما وقع، ذاك اللحظه وقع ما وقع. اقول الحضاري ويعني ما اقول الحضاري، هذا السلوك الحضاري ماشي الحضاري بالضبط، الحضاري. وبالتالي الان احنا الان الاخوه الكرام كنشكركم جميع على المجهود اللي درتوه واللي قمتوا به والوقوف ديالكم. احنا الان ما واقفين حتى ماشي كاطراف اليوم، احنا واقفين كابناء الشعب المغربي نقدس مقدس هذا الوطن ونحترم مقدس هذا الوطن، نؤكد على ضروره احترام القانون في هذا البلد. كيقول لك اسيدي احنا اعطينا وصل مؤقت سيروا طعنوا فيه، ولكن انتم اخترقتوا درتوا واحد الخلق كبير جدا انكم استكملتوا الملف بعد 3 ديال العشيه. اذا سلمنا ان وكيل اللائحه هو رشيد يوسفي، وما احنا مازلنا مقتنعين ان وكيل اللائحه اللي كان خصو يحط الترشيح ديالو هو عبد الواحد المسعودي ماشي رشيد يوسفي. اذا كنقول لكم الله يكثر خيركم على الوقوف ديالكم، الله يجعل في دار الحسنات ديالكم،